أحب أني أهنئكم جميعا ببدء صوم الرسل المبارك. كتير قوي أثناء فترة الخمسين يقولوا في فترة ما فيهاش صيام وما فيهاش مطانيات وحياتنا بتفطر من غير الصيام والمطانيات، أهي جالكوا الصيام وجات لكم المطانيات ومبروك عليكم. ما تقولوا لناش بقى هنفطر ولا ما نفطرش، ده لا نفطر ولا نفطر، ما نفطرش. الصيام الرسل في الحقيقة ربما يكون أول صوم في المسيحية، لأن السيد المسيح قال حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون، فابتدأوا يصوموا. والصوم زي ما قلت لكم كتير ان هو اول وصية اعطاها ربنا للبشرية. قال لآدم تاكل من الكل ما عدا صنف واحد. اذا فيه صوم من اول وصية. وتاكل من الكل ما عدا صنف واحد يعني تضبط نفسك في هذا الصنف الواحد. ازاي الانسان يضبط نفسه واحنا دلوقتي بناكل من كل ما عدا الاطعمة الحيوانية، وهو صنف واحد ما تاكلش منه، لما نشوف نقدر نحافظ على الوصية دي ولا لا. في ناس بيفتكروا ان يعني بيصوموا ما بيستفيدوش، بيصوموا ما يستفيدوش، مش علشان الصوم مش مفيد، علشان هم ما بيعرفوش ازاي يصوموا، ما بيصوموش بالطريقة الروحية المطلوبة علشان تنفعهم. لكن الصوم في حقيقته من اكبر الوسائط الروحية التي تنفع الانسان، ويكفي انه موجود في جميع الاديان، ويكفي ان الانبياء كلهم صاموا، ويكفي ان المسيح صام عنا. ولعل من الامثله اللطيفه اللي قلتها لبعض الناس، قلت لهم على جبل التجلي وقف ثلاثه كل واحد منهم صام 40 يوم. المسيح صام 40 يوم، وموسى صام 40 يوم، وإيليا صام 40 يوم، وهم اللي أشرقوا بنور عظيم على جبل التجلي. إزاي نصوم ونستفيد، وإزاي نصوم وننتفع انتفاع روحي؟ هو ده اللي عايزين. اول حاجة لازم نؤمن جميعا بان الصوم مفيد لينا ومش مضر، لان بعض الناس ما يصوموش، وجايز يقول لك صوم الرسل ده صوم الدرجة التانية، وما يرضاش يصوموا كله زي الاربعين المقدسة الى اخره. الصوم مفيد للجسد ومفيد للروح. الصوم مفيد للجسد ومفيد للروح. مفيد للجسد انه بيريح كثيرا من اجهزة الجسد المرهقة. مفيش بعضكم بيرهق المعدة وبيرهق الامعاء وبيرهق الكبد وبيرهق المرارة وبيرهق الكل؟ صدقوني اللي بيتعب الجسد مش كثرة الصوم، اللي بيتعب الجسد كثرة الأكل. ولذلك تلاقي ناس ياخدوا النص الأولاني من حياتهم أكل 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 لغاية لما يرسبوا أنسجة ودهون وهيصة كده ويسمنوا ويكبروا، وبعدين النص الثاني من حياتهم يفكروا ازاي يخسوا ويخسوا ويخسوا. طب ما تصوموا، بدل ما الواحدة فيكو تصوم تخسس جسدها بحجة الرجيم
يا ريت تخسس جسدها بحجة الصوم ويبقى حسبت لها فضيلة. هو الرجيم بتحسب فضيلة وبتاخد عليها مكافأة سماوية؟ الصوم بيفيد جسدك انه يخلصك من الدهون الزائدة ويخلصك من الماء الزائد في الجسد ويخلصك من كميات الكوليسترول الزائدة ويخلصك من السكر وأمراضه ويخلصك من الترهل والسمنة والبدانة، يسموها البدانة عند بعض اللغات، ويخلصك من أمراض القلب. لأن تصوروا إنسان مثلا جامد قلبه بيضخ دم لكميات ضخمة من الأنسجة، لما يصوم ويخس يبقى قلبه مش هيرهق في انه يضخ دم للكميات الكبيرة دي. فاكر مرة من المرات واحد كان يعني وزنه زي الاول، فرأى عنده دكتور، فالدكتور قال له الحكاية دي، قال له انت زي واحد شايل 30 كيلو زيادة يعني وماشي بيهم، واقف بالتلاتين كيلو هو شايلهم وقاعد بالتلاتين كيلو ونايم بالتلاتين كيلو وماشي بالتلاتين كيلو، فريح نفسك شوية. ريح نفسك ايه؟ شوية يخسه علشان الدم اللي عنده في قلبه ما يتعبش انه يقعد يوصل دم لكل المساحة الضخمة دي. يعني ليه مسكين يعني؟ زي واحد بيقول 10 عيال مش قادر يوكلهم كلهم، كذلك القلب بيعول كذا كيلو لازم يتشال. في ناس ساعات بيسمنوا مش من قصة الاكل انما من الجلوس وعدم المشي، ودي من امراض العصر الحديث، ان الناس باستمرار بيركبوا عربيات فما عندهمش فترة يمشوا ويتريضوا ويخسوا اللي كلوه. ففي إرادة ومفيش منصرف، في إرادة وإيه؟ مفيش منصرف. الأكل بيدي إرادة ومفيش منصرف عن طريق المشي، عن طريق العمل اليدوي، لأن إحنا في عصر التكنولوجيا مفيش فيه المجهود الجسداني. فصوم على الأقل، تصوم على الأقل إيه؟ تصوم. إذا كنت عايز تستفيد من الصوم لازم تفهم ما هو الصوم. الصوم ليس مجرد الأكل النباتي. الغلطة عندنا إن إحنا بنفتكر الصوم هو الأكل النباتي. لا، ده الأكل النباتي ده جزء، عنصر واحد من الصوم. الصوم هو الانقطاع عن الطعام مدة معينة من الزمن يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني. فلازم تنقطع فترة، مش أول ما تقوم من النوم تاكل، انقطع. الكنيسة ما حددتش فترة الانقطاع قوي، وإن كانت في بعض الصيامات ادت الحد الأدنى، لكن نسبة لحياة الإنسان الروحية، مبتدئ في الروحيات، نامي في الروحيات، صغير في السن، كبير في السن، صحته قوية، صحته ضعيفة، مريض، سليم، بتبقى فترة الانقطاع مش واحد عند الكل، لكن لابد من فترة انقطاع. من فترة ايه؟ انقطاع. لما انت تنقطع عن الطعام ويجي ليك رغبة انك تاكل وتقول لا مش واكل، ورغبة تانية انك تاكل وتقول لا مش واكل، وعطشان وعايز اشرب تقول لا مش شارب، تبص تلاقي فضيلة ضبط النفس دخلتك تلقائيا، لانك بتمنع نفسك. زي ما قلت للبعض ان الصوم هو انك تقول لنفسك لا وتنجح في كلمة لا. لا مش واكل، لا مش شارب، كده مظبوط. يا ريت الصوم يصحب بالجوع. في انسان ساعات بيصوم وما بيجوعش،
السيد المسيح صام وجاع أخيرا، وبطرس الرسول قيل عنه في أعمال 10 إنه جاع واشتهى أن يأكل. عنصر الجوع مفيد جدا للإنسان، يا ريت تصوم لغاية لما تجوع واحتمل الجوع شوية واستمر فيه شوية، احتمل الجوع شوية واستمر فيه شوية. احتمالك للجوع فيه فضيلة الاحتمال، واحتمالك للجوع فيه فضيلة ضبط النفس، واحتمالك للجوع بيشعرك بالضعف فلا يدركك الغرور كثيرا، وشعورك بالضعف بيخلي صلواتك أقوى وأعمق. ده احنا ما بنكتفيش بالأصوام العادية اللي عندنا في الكنيسة وهي تبلغ يمكن 200 يوم على الأقل، ومع ذلك بنفرض على أنفسنا أصوام في ضيقات معينة طالبين من الله أن يتدخل، لأن الإنسان في الصوم تكون صلاته أعمق، تكون مشاعره مع ربنا أقوى. تكون روحياته أكثر بكتير، بس الصوم اللي على أصوله، الصوم اللي قال فيه داود النبي أذللت بالصوم نفسي، أبكيت بالصوم نفسي. يا ريت تفتكر الآية دي، أذللت بالصوم نفسي. لكن في واحد بيصوم وما بيذللش نفسه، وخصوصا في العصر الحاضر بتاعنا. يعني في العصر الحاضر بتاعنا، يعني احنا بنصوم نباتي ويجي يقول لك فيه سمن نباتي وفيه جبنة نباتي وفيه لبن نباتي وفيه جيلاتي نباتي وفيه حاجات كتيرة نباتي. ده دلوقتي بيطلعوا لبن من فول الصويا، يسموها صويا درينك او صويا ميلك، وفيه طعم اللبن واللطيف، وممكن ان يعملوا منه جبنه، وممكن ان يعملوا منه شوكولاته، وممكن يعملوا منه جاتوه. هو تقول له طب دوقنا، لا انا مش وقته، انا بس بقول لكم، لا انا بقول لكم موجود. فاذا انت صمت ودورت على الحاجة اللي تلذ ليك، يبقى صمت منين؟ حتى من ناحية جسدية، فين الصوم؟ تعجبني كلمة لطيفة جدا في صوم النبي دانيال. تلاقي النبي دانيال صام في إصحاح 9 وإصحاح 10، يقول إيه؟ لم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم آكل شيئا شهيا. خلي بالكم العبارة دي، ولم آكل إيه؟ شيئا شهيا. فإذا أنت أكلت ما تشتهيه، يبقى فين الصوم وفين ضبط النفس؟ فين الصوم وفين ضبط النفس؟ أخذت الشكليات وسبت الروحيات. وإن كان عندك زوجة ماهرة في التدبير المنزلي أو أم شاطرة في التدبير المنزلي وتعمل لك الأكل الصيام وتسبكها بطريقة يعني تبقى تشتهيها أكل أحسن من الفطار، يبقى فين اللي أنت صمته؟ فين؟ فين اللي صمته؟ تقول صمته وما استفدتش، اقول لك ما صمتش، اخدت شكليات الصوم وما اخدتش روحيات الصوم. يا ريت تفتكر العبارة دي، اذللت بالصوم نفسي، وعبارة لم اكل شيئا شهيا. تقول لي طب افرض الاكل اللي قصاده شهي ما كلش، اقول لك كل وما تكترش،
كله ايه وما تكترش، زي ما بيقول القديسين ارفع يدك عنه ونفسك ما تزال تشتهيه، يبقى ضبط النفس موجود. او زي بعض اباء كان يكون الاكل شهو فيه صنفين ثلاثة يخلطوهم على بعض، ام وسط التخليطة ما يبانش الشهية قوي يعني، فيبقى تنقطع عن الطعام، دي حاجة، تصل الى مرحلة الجوع دي حاجة تانية، لا تأكل شيئا شهيا دي حالة تالتة، ان اضطررت لا تكثر منه، لا تكثر ايه منه. والافضل انك انت لا تطلب منهم في البيت ان يجهزوا لك صنف بالطريقة الفلانية، وإلا يبقى انت بتطلب مش جاي لك الشيء اللي بتشتهيه، ده انت اللي بتعد ليه وبتوصى عليه، تقول لهم اعملوا لي النوع الفلاني بالطريقة الفلانية، وبعدين تقول اللهم اني صائم، صائم منين يا حبيبي، يبقى بتضحك على روحك. صوم يعني تضبط نفسك. عايز اقول لكم عبارة يا ريت ايضا تحفظوها، ليس المهم فقط صوم الجسد انما صوم النفس، ليس المهم فقط صوم الجسد انما ايه صوم النفس، لان الصوم ليس مجرد فضيلة للجسد، ربنا الجسد ده بالنسبة له ملهوش قيمة، ده الكتاب بيقول اهتمام الجسد هو موت في رومية 8، ان عشتم حسب الجسد فستموتون، اهتمام الروح هو الحياة، بيقول لا تهتموا بما تأكلون ولا بما تشربون، وبيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي الحياة الابدية. اذا حكاية الجسد دي نخليها على جنب، المهم ان نفسك تصوم، نفسك ايه تصوم. ممكن تصل الى درجة لطيفة اذا انت مشيت في الصوم كويس، وهكذا لا تكون بجسد صائم انما بجسد زاهد ناسك. في الاول بتضغط على نفسك انك ما تاكلش ده وتاكل ده، وبعدين نفسك بتزهد هذه الماديات، بتزهد الاكل، بتزهد شهوة الجسد، بتزهد المادة عموما، وتصل الى درجة الزهد او النسك. هو ده الصوم الحقيقي، انك تصل الى الزهد او ايه او النسك. النقطة اللي بعد كده، انك انت فيما تجيع الجسد تغذي الروح، لان الصوم ليس هدفا في ذاته، الصوم وسيلة انك تخضع الجسد لكي ترتفع الروح، تمنع طعام الجسد لكي تعطي الروح طعامها. الجسد بيبقى خفيف اثناء الصوم، خفيف ما عليهوش ثقل، حتى الناس اللي بيصوموا كتير تلاقيهم يتحركوا كده بسرعة، تلاقي راهب صايم تلاقيه يمشي في البرية زي الغزال كده، جسمه خفيف، جسمه ايه خفيف، غير الثقل الجسد اللي بيجي من كسرة الاكل. تصوم الجسد لكي تعطي الروح طعامها، ولهذا فترة الصوم ينبغي ان تكون فترة روحية، فترة مقدسة. في عبارة لطيفة جدا في سفر يوئيل النبي، يا ريت برضو تحفظوها، بيقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف، قدسوا صوما نادوا باعتكاف، قدسوا صوما يعني الصوم يكون فترة مقدسة، الصوم يكون ايه فترة مقدسة،
في انسان بيقدر يمتنع عن الاكل لكن ما يقدرش يمتنع عن الخطية، يبقى ده صومه ايه؟ يبقى صوم باطل، يبقى صوم باطل. لان قدسوا صوما، لازم الصوم يكون مقدس، يكون فترة روحية، فترة وجود مع الله، فترة تمتع بالله. من ضمن العلمانيين الذين نجحوا في هذا الامر، او اهل العالم الذين نجحوا في هذا الامر، الهندوس واليوغا، يصوموا صوم كبير ويدوا الروح تدريبات كثيرة، تلاقي ارواحهم نشيطة جدا في فترة الصوم. ولهذا الكنيسة في صلواتها تقول ايه؟ بالصوم والصلاة كذا، الصوم والصلاة كذا، زي القسمة اللي احنا بنصليها. وزي ما قال السيد المسيح، هذا الجنس يعني الشياطين لا يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم، فخلى الصوم والصلاة مع بعض. لكن انت ترهق الجسد ولا تعطيه طعاما، والروح تفضل ما تاخدش طعامها، ده يبقى تعذيب على ما فيش. تعذيب ايه؟ على ما فيش. لهذا في فترة الصوم ارجوكم ان يكون لكل منكم برنامج روحي قوي في الصلاة، في القراءة، في التأمل، في التراتيل، في التسبيح، في غذاء الروح عموما. غذي روحك بالحب الالهي، بالتأملات، بحاجات زي كده. لكن مجرد جوع لا. تقول طب ده انا جعت، جعت وانت جاي جعان شعرت بمسكنة الجسد. انا اريد ان مسكنة الجسد تقودك الى مسكنة الروح، مسكنة الجسد تقودك الى مسكنة الروح، تقودك الى نوع من التذلل امام الله، من الانسحاق امام الله، من التواضع امام الله. عارفين ازاي؟ لما تيجي تاكل وتلاقي نفسك جعان وعايز تاكل، تقول له يا رب انا عايز اكل بصراحة يا رب، لكن بصراحة ايضا انا ما استحقش الاكل. انا ايه؟ ما استحقش الاكل. ليه؟ لان الذي لا يشتغل لا يأكل، وانا لم اعمل اي عمل روحي يخليني استحق الاكل. ما هو في ناس بيسجنوهم نتيجة خطايا وما بياكلوش كما ينبغي. وأنا فلت ما اتسجنتش، لكن أنا عارف نفسي ما استحقش الأكل ده. يبقى مش بس بتمنع نفسك على الأكل، بتذل نفسك، أذللت بالصوم نفسك. في واحد يمتنع عن الأكل وقلبه منفوخ على الآخر، يا سلام، إيه الدرجات الروحية اللي وصلت إليها؟ منقطع انقطاع عن الطعام، ما وصلش اليه فلان ولا علان، يبقى ضيع روحه. يبقى الجسد مذلول بالصوم والروح منتفخه لفوق، ما استفادش حاجه. اذللت بالصوم نفسي، قدسوا صوما نادوا باعتكاف. خلي فترة الصوم بالنسبة لك تكون فترة روحية، روحية في الامتناع عن الخطية، وروحية في ضبط النفس، وروحية في الغذاء الروحي اللي بتاخده. وبعدين اذا قضيت فترة الصوم بالشكل ده 40 يوم مثلا، ولا 35، ولا زي ما يطلعوا، تلاقي نفسك اتعودت على كده، وتخرج من فترة الصوم اتعودت على ضبط النفس، اتعودت على ان الاكل ملهوش اهمية بالنسبة لك، اتعودت على التداريب الروحية والحياة الروحية اللي انت بتاخدها، تلاقي ابتديت تكون مظبوط. لكن مش تقعد ترقب ها الفترة الانقطاع فاضل لها قد ايه وتنتهي، انت هصوم لحد الساعة 3 بعد الظهر، دلوقتي الساعة 2:30، يا رب مرر النص ساعة دي على خير. لا، عارف انت بقى لو تقوم تصوم لحد الساعة 3 وتلاقي من 3 إلى 5 جالك رغبة انك تاكل، تقول طيب ما دام بتشتهي الاكل انا هخليها 3:30،
وهشوف هربيك ازاي. تقول لنفسك كده لو لقيته من 3:30 لـ5 قال ها حضروا الاكل بقى خلاص مستعد، قول له طيب هخليه الـ4 إلا 3. اعند مع نفسك، لما تعند مع نفسك تلاقي عنصر المنع ده يتابعك، زي ما بيصوم جسدك عن الطعام يصوم لسانك عن الكلام الغلط، يصوم فكرك عن الافكار الخاطئة، يصوم قلبك عن الشهوات الباطلة. فزي ما تصوم الفم تصوم اللسان تصوم الفكر تصوم القلب، قم تشعر ان فترة الصوم فترة روحية مظبوطة كويسة بالنسبة لك. الصوم عندنا في الكنيسة بيسبق كل سر من اسرار الكنيسة تقريبا، يعني بنخش العماد صايمين، للميروم صايمين، للتناول صايمين. لما بنعمل سر مسحة المرضى بصفة عامة في الكنيسة زي يوم جمعة ختام الصوم بنكون صايمين. في سر الكهنوت بنخش صايمين، يا دوبك اللي بنستثنيهم سر مسحة المرضى. زمان كان الزواج يخشوه صايمين برضه، بس دلوقتي الحكاية لقوا الشعب مش محتمل فتركوه، لكن زمان كانوا بيخشوا صايمين وياخدوا الصلوات وهم صايمين. بنستثني حالة المرض وبنستثني يعني سر مسحة المرضى بنديه للمريض وهو بياخد دواء، والاعتراف. لكن لو الاعتراف الواحد جه يعترف هو صايم تبقى افضل، لكن عموما لان احنا ما بنصدق يجي يعترف، يجي ولو يكون واكل خروف، المهم ايه يجي يعترف بخطاياه ويتوب. لكن باقي الاسرار بيبقى يسبقها الصوم. ليه؟ لان الصوم بيعد الانسان روحيا. كل عيد من الاعياد عندنا بنسبقه بالصوم، من الاعياد السيدية بالذات يعني، علشان بالصوم نستحق بركة هذا العيد. تلاقي قبل عيد الميلاد في صوم، قبل عيد القيامة فيه صوم، بس طبعا عيد الصعود وعيد الأنصار بيكون في فترة الـ50، لكن غالبية الأعياد وغالبية النعم الإلهية بنستقبلها بصوم. الصوم بياخدوه الناس لحل كثير من مشاكلهم. يعني استير مثلا لما صامت لحل مشكلة الشعب كله، عشان كده لغاية دلوقتي في ناس كل ما تجيلهم مشكلة يفرضوا صوم لكي يحل الله المشكلة. مش مجرد صوم ظاهري، صوم بالصلاة، صوم بانسحاق امام الله، صوم بمنع، بكل الصفات الروحية اللي موجودة فيه. حتى الناس الامميين كانوا بيصوموا. طيب علشان يبقى الصوم بتاعنا صوم روحي ازاي نمر فيه؟ هديكوا شوية حاجات. لازم الصوم يكون معاه قداسة الحياة ويكون معاه التوبة. الصوم بغير التوبة لا يكون مقبولا امام الله. الصوم بغير التوبة لا يكون مقبولا امام الله. من اجمل الامثلة عن كده صوم نينوى. صام اهل نينوى صوم شديد ورجعوا عن الشر اللي كان في ايديهم. فلما رأى الله انهم رجعوا عن الشر ندم الرب على اللي كان هيعمله فيهم. ما قالش لما رأى صومهم، لما رأى انهم رجعوا عن الشر. فترة الصوم هي فترة توبة. اوعوا تفتكروا فترة الصوم مجرد اكل نباتي بلا توبة، ما ينفعش. تقول لي طب ما دام مش تايب بلاش اصوم، اقول لك لا، صوم وتوب. خلي الصوم يساعدك على التوبة.
زي ما بتمتنع عن الاكل امتنع عن الخطيه. خلي دايما حياتك تتدرج الى اعلى مش لاسفل. يعني الشيطان يقول لك وده صوم مقبول يبقى افطر احسن، يبقى نزلك لتحت. لكن انت تقول له ما دام صوم مش مقبول ابقى اتوب عشان اطلع لفوق، يبقى مرر نفسك بطريقه لطيفه. يكون زي ما يقيل قال ارجعوا الى الله بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. ارجعوا الى الله بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والنوح. اذا فترة صوم ترجع فيها الى الله لكي يقبل الله صومك. ما في اصوام غير مقبولة، في اصوام غير مقبولة، لكان ليكون صومك مقبول امام ربنا يكون مصحوب بالتوبة ويكون مصحوب بالصلاة ومصحوب بالعمل الروحي وبالتذلل امام الله. لذلك كتير من الناس بيطوعوا كلام يقيل النبي قدسوا صوما نادوا باعتكاف، بيقول اصوم اقعد اقرا لي كلمتين ابقى اقعد في اعتكاف، اصلي لي صلوتين اقعد في اعتكاف، اخد فتره تامل فتره تسبيح ترتيل اعتكف. لكن واحد صايم وسرحان طول النهار في كلام في حديث في دردشه، طب فين اللي خده من العمل الروحي؟ اهو بيقول لك اسل الصوم عشان ينتهي. يعني ايه تسل الصوم؟ عشان ما تشعرش بجوع؟ ده الجوع كويس ليك، يا ريت تشعر بالجوع، ده الجوع يفيدك اكتر. حاول انك تسلي الصوم بالعمل الروحي، بالعمل الروحي. علشان تصوم ايضا بقدر الامكان امتنع عن كل متعة جسدية مهما كانت حلال، اللي هي ضبط النفس. لا يكفي فقط ان تصوم عن الاكل، انما انك تنتصر على شهوة الاكل. لو قدرت تنتصر على شهوة الاكل يبقى انت انسان ماشي مظبوط. كون انك ما تاكلش جايز ما تاكلش، ما في انسان ما ياكلش وشهوة الاكل في قلبه، وفي انسان ما بيخطئش وشهوة الخطية في قلبه، وفي انسان بيظبط لسانه انه ما يشتمش وشهوة الشتيمة في قلبه. المهم انك تمنع الشهوة اللي في قلبك. تقول كويس انا الوقت امتنعت عن شهوة الاكل، يا ريت امتنع عن شهوة الفكر، عن شهوة القلب، عن شهوة الجسد. تلاقي الصيام ابتدى يمر معاك بطريقة مظبوطة. انا عايزك تشعر ان الصوم هو فترة روحية مش فضيلة جسدية، مش فضيلة جسدية. في انسان بيصوم بالايام وهو عايش في الخطية، لا، الصوم هو فضيلة روحية تعيش فيها مع ربنا، تعيش فيها مع ربنا.